جولة تستكمل نهار السبت مقابلة الأربعة ونص في أولمبي سوسة بين النجم والنادي الذي صفاقسي، وفي راد السبعة العشية لقاء الترجي الذي توسي والاتحاد الرياضي المنستيري. نذكر أن الترجي في الصدارة 20 نقطة، الاتحاد الرياضي المنستيري 15، الملعب التونسي 11 نقطة، نادي صفاقسي 9 نقاط، النجم 9 نقاط، والنادي الإفريقي بسبع نقاط. هذه بالنسبة للبلاي أوف. البلاي أوت أيضا جولة هامة جدا، الجولة السابعة والمواجهة المباشرة والأخيرة بين مستقبل سليمان ونجم المتلوي. كل قائل علاش حصرت الجولة ثلاثة مباريات في مقابلة واحدة؟ لأنه هي مقابلة البقاء سواء لمستقبل سليمان وإلا نجم المتلوي، مع اختلاف الفرص طبعا، لأنه مستقبل سليمان الفوز فقط يعطيه البقاء في رصيده 18 نقطة، بينما نجم المتلوي في رصيده 19 نقطة، ما يعني أنه التعادل يكفي نجم المتلوي للبقاء. في بقية مباريات الجولة، نادي البنزرتي ضد اتحاد تطاوين، قاوي في القفصة ضد الأولمبي البيجي، واتحاد بن قردان يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى اللي كان هو أول النازلين للرابطة الثانية. الوقت موحد بطبيعة الأربعة ونص. نكمل مع كرة القدم في عنوانهم الرابطة الثانية، غدوة الموعد وأيضا نهار الجمعة مع لقاءات الجولة 13.